السلام عليكم مشاهدي الكرام، كيف بقيتوا على خير؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وبصحة جيدة إن شاء الله يا ربي. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ومع طبق جديد. هذا الطبق هذا ما غاديش نقدمه لكم أنا، غادي نقدمه لكم الشاف ياسر. الشاف ياسر اللي هو لوسي، لوسي بالمغربية كنقولوها، اللي هو الأخ ديال الزوج ديالي. تبارك الله كيدير أطباق زوينة بزاف وخفيفة. فرغبتو انا، قلت له علاش ما تبقاش تشارك معنا هاد الاطباق ديالك ونحطهم عندي في القناة ويستافدوا منهم المشاهدين الكرام. فهو داير لي خاطري دابا، ولكن خصنا باش نشجعوه باش يبقى يعطينا الاطباق ديالو اللي هادي تعجبكم، اكيد هادي تعجبكم. خصنا نشجعوه. فمنين تشوفوا الفيديو كنتمنى انكم تخليوا لي كومونتير ديالكم والتشجيعات ديالكم باش الشاف ياسر يزيد يعطينا اكثر ما عنده. ونتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه كذلك مع اصحابكم وصحاباتكم، هكذا باش كتعم الفائده اكثر وباش كتشجعونا نزيدو نعطيو اكثر ما عندنا. والناس اللي اول مره كيدخلوا عندي القناه كنقول لهم مرحبا بكم، وما تنساوش تفعلوا الجرس وتضغطوا على زر اعجابني، هكذا باش كيمكن لكم يوصلكم دائما جديد الفيديوهات اللي كنحط. طبعا الى عجبكم المحتوى ديال لي فيديو اللي كندير، الا ما عجبكمش فانتوما غير ملزمين بهذا الشيء هذا. اذا ما نطولش عليكم اعزائي المشاهدين، نخليكم مع الوصفه ديال الشاف ياسر. السلام عليكم. غادي نوجدو هاد النهار واحد أكلة خفيفة صحية زوينة، جنيحة ديال الدجاج مشرملين وندخلوهم الفران مع خضيرة مصوطية في المقلة، تجريك شي خفيف وطريف. نبداو دابا بليزانكريديون. عندنا جنيوحات ديال الدجاج، فلفلة والبصلة، البروكولي، خيزو، شامبينيون. شامبينيون كاينين بزاف ديال الناس يديروا واحد الغلط تينقيوه، الشامبينيون ما تيتنقاش. هنا لي طوماط سوريز. بالنسبة للشرمولة غادي نستعملو اليوغورت، الشرمولة ديال الجنحين، مليحة، الابزار، الزعترة، ماشي الزعتر، الزعترة، لو تان، ثومة، وزويته. هذه الزويته بلديه، والاحسن من طيب زيت بلديه. وعندنا هنايا هذه فلفله مركزه، بحال الطماطم المركزه، هذه فلفله مركزه. بغيت تخدم حتى الطماطم المركزه ماشي مشكل. غندوزو دابا للشرموله ديال الجنيوحات. تنشدو اول حاجه اليوغورت، من الاحسن ناخذ اليوغورت مسوس اللي يكون كريمي، اللي يكون ماشي داك القاصح، تيكون كريمي، حيت اليوغورت ملي تديرو مع الدجاج تيخليه فتيتي. نزيدو معاه عاوتاني فلفل مركزة، بابريكا كونسونطري، غير واحد شويش باش تعطي اللون وصافي. التومة والزويتة، والثومة والزويتة شحال من ما خليتيها في الثلاجة ما تيوقع لها حتى شي حاجة، ما تضيع منها حتى شي حاجة، مليحة. والابزار، هاد الجنيوحات من الأحسن ملي تجيو تشرملوهم شقوهم بعدا بالموس باش تدخل لهم الشرمولة. وهذا لو تان، الزعيترة، يعطي واحد المذاق زوين، يعطي مذاق في الحقيقة. نزيدو معاهم شوية ديال الزويتة، أو تنخلطو. إلا بغيتو ديرو معاهم واحد شوية ديال القزبور ولا المعدنوس صافا ماشي مشكل. هنا دابا من بعد ما غلى لنا الماء غادي نسلقو البروكولي. البروكو سلقة البروكولي ما خصكش تخليه واحد المدة طويلة. البروكولي الا طولتي عليه 3-4 ديال الدقايق تنغليو الماء، تا
نحطو فيه البروكلي واحد ثلاثة حتى أربعة دقائق باش في الماكلة تيجي زوين تبقى تحس بداك داك الكروستيونس ديال البروكولي تيجي شهاد. دابا غادي نوجدو الخضيرة ديالنا نقطعو الفلفلة الفلفلة ديرو اللي بغيتي لها فلفلة حمراء صفراء خضراء الخضراء هاد لي ليغوم شحال ما درتي دي ليغوم لي ليغوم مهمين للبنات كما قلت لكم الشامبينيون ما تيتقشرش تنخليه كبير هكا باش نقلق منه كل ماشي نقطعو رقيق وقت يدوب في البلاصه تلوحو بعدا في الاول الفلفله والبصله اللي تيشدو الوقت في الطياب زويته بلديه مليحه مليح بزار المهم نخليو دابا الخضيره ديالنا في المقلة على ما تطيب دابا غادي ندخلو الجنيوهات ديالنا للفران كنديروهم في البلاصه اللي تدخل الفران لاليمينو كنعطيوه لاليمينو باش يدخل الفران وهنايا من بعد ما سلقنا البروكولي ديالنا تنديروه في الماء والثلج الماء والثلج باش ما تضيعش داك الخضورية ديالو بعد ما طيناه تنديرو في ميها والتليجة باش ما تنخليوه فيها باش ما يخسر داك الخضورية ديالو نزيدو هاد الشامبينيون ومن الأحسن مع الخضرة ما طيشها خليوها هي التالية بحيت تطيح دغيا دغيا في التالي غنزيدو مع الخضيرة غنزيدو مطيشة والبروكولي اللي سلقنا غادي نزيدوه معاهم باش يعطي واحد لي كولور زوينين ونزيدو خيزو هو التالي شوية فداك الشغل المليحة والتويمة اللي درنا لهم كما شفتو تجي زوينة والإبدبة وبالنسبة للجنيوحات ديالنا ميطابو من الداخل زولنا الألمنيوم ودخلناهم للفران عاوتاني باش يتحمرو سرع فيهم واحد اللوين زويون ودابا نجبدو الجنيوحات ديالنا تيجيو زوينين تيجيو حمرين زوينين ديال الليل بالنسبة للبريزونطاسيون تتبقى كل واحد والبريزونطاسيون ديالو كي دايرة شي ضروري تتبعوني انا اذا كان هذا هو الطبق ديال اليوم دابا كيف كتشوفوا الشيف ياسر راه كيدرس لنا البلا نتمناه ان ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه وكنشكركم بزاف على المشاهده وما تنساوش بارطاجيو الفيديو ديالي مع صحابكم وصحباتكم هكذا باش تعم الفائده اكثر ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد وفي محتوى جديد باذن الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.